رح نبلش أولى فقراتنا لليوم، ومحطتنا الأولى بنبدأها مع النشاط الذهني، وأكيد فينا نوجه بوصلة التفكير نحو المشاريع الصغيرة، كيف بإمكان كل واحد فينا امتلاك مشروع صغير من أجل البحث عن فرصة إضافية لزيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة، كيف فينا أكيد ندخل حيز الإبداع لمشروعاتنا الصغيرة. أسئلة بنطرحها على الدكتورة لبنى بشارة، مديرة التنمية الإدارية بوزارة الثقافة. صباح الخير دكتورة. صباح النور، أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا، يسعد صباحك دكتورة. بالبداية خلينا قبل ما نقول كيف كل شخص بيقدر يمتلك مشروع صغير، نعرف شو المقصود بالمشروع الصغير. المشروع الصغير هو المشروع اللي أي شخص فينا ممكن يفتحه، ممكن يكون هو عبارة عن شخص واحد لحد العشر أشخاص، بالإضافة لأنه في خصائص تانية للمشاريع الصغيرة بنميزها عن المتوسطة أو الكبيرة، بأنه ما بدها رأس مال كبير، ما بدها آليات ثقيلة، يعني معدات إنتاجية كبيرة ما بتحتاج. فإذا حجم إنتاجها بيكون صغير، بالإضافة لعدد العمال من واحد لعشرة كمان لازم يكون هو صغير، وما بتحتاج لرأس مال كبير، لهيك بنصنفها على أنه صغيرة. طبعا في تصنيفات الأوروبية، في تصنيفات حتى هلأ السورية اللي ميزت بين هي المجالات الثلاثة، الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بالمشاريع. نعم دكتورة، يمكن شفنا بالفترة الأخيرة كثير من الناس يمكن صارت تلجأ لإقامة مشاريع صغيرة، إن كان من الأسرة أو من عدد أفراد. يعني هون كيف البداية بدها تكون لإنجاح أي مشروع صغير، يعني مشروع على قدنا، خلينا نحكي. تمام، أول شيء نحن بدنا مرحلة أولى نعرف شو هي فكرة المشروع. لحتى يكون عندنا مشروع بده نلاقي فكرة تقوم عليها. فبالبداية إذا نحن ما عندنا فكرة وما في شيء ببالنا، نحن بيكفي أنه نطلع بالمحيط اللي حوالينا وشو بحاجة. تمام، منقول هذا المحيط شو بيحتاج. مثلا بهي الفترات نحن فرضا بحاجة لكهربائيات تشتغل على الشواحن. طيب معناته في مجموعة من الأشخاص بيقدروا يفتحوا مشروع صغير، يعملوا دارات صغيرة لتحول عمل الكهربائيات من كهرباء مباشرة لكهرباء على الشواحن. هذا مثلا من نتيجة الحاجة تبعنا، أو بمكان تاني أنه كلنا بنعرف، لنقول لنحكي على المشاريع الكتير صغيرة والكتير ممكن يعملوها الأشخاص. بكثير من القرى ما عاد في اهتمام بالثروة الحيوانية، صاروا يلجأوا كلهم للزراعة. طيب نحن ممكن ننظر لموضوع تربية الحيوانات مو على أنه هو عمل لأنه هو فلاح، لا، ينظر له على أنه مشروع. هذا المشروع ممكن بالبداية يكون هو لمنطقته، للقرية تبعيته، فيما بعد ممكن يتوسع حتى للمناطق اللي بعدها أو حتى للضواحي والمدن ممكن يوزع. فمعناته كل مشروع صغير هو بلش بفكرة صغيرة بعدد أشخاص قليل ورأس مال، وبعدين كبر وممكن صار اسمه عالمي. فنحن بهي الحالة أول خطوة إنه نحن نشوف المحيط اللي نحن موجودين فيه شو بيحتاج. هذا المحيط بيعطينا مجموعة كتير كبيرة من الأفكار. حتى مثلا منلاقي إنه كتير من العاملين الأب والأم ما بيعرفوا وين بدهم يحطوا أولادهم بفترة الصباحية تبع العمل، فنحن بالفعل منلاقي إنه نحن بحاجة لرياض أطفال، لروضات بكتير من المناطق وهي مانا موجودة. طب شو بيمنع إنه الشخص يفتح هيك مشروع؟ هلا اذا حس انه امكانياته ما بتسمح ممكن هو يشارك حدا تاني، لكن كثير مننا ومن الاشخاص بيقولوا لو كان في هذا الموضوع، لو كان في هذا الشيء او ناقصنا هيك. لكن وين الابداع بيكون؟ انه نحن نحط اي فكره موضع التطبيق، لو كان فيها شغل بالبدايه وصعوبه، لكن هي رح تعطي نتائج كثير كبيره اذا كان الشخص بيحبها. فبدايه اي مشروع هو بدي الفكره. هلا كمرحله لاحقه أنا بدي أعرف قديش الناس المستفيدين من هذا المشروع. يعني أنا لما أفتح مشروع لروضة بدي أعرف هل روضة بتخدم الكثافة السكانية الموجودة بهالمكان ولا لا. أنا بدي أصير أعمل لها دعاية لتوصل على مناطق تانية أبعد شوي من هذا المحيط، أو إذا بدي أعمل مثلا سلعة استهلاكية قديه عدد الأشخاص اللي ممكن هنين يحتاجوها، يكون في لهم منفعة منها، عندهم رغبة بالحصول عليها. فلما أنا أعرف حجم الأشخاص، الأفراد أو كأسر المستفيدين منها، بقدر أعرف قدي لازم أنتج. فأنا بقول لا، فيني أنتج مثلاً 100 قطعة باليوم أو بكفيني 5 قطع باليوم مشان أقدر بيعهم، وكمرحلة أولى مول نفسي. معناته صار عنا ناحيتين، الأولى أعرف فكرة المشروع، الثانية أعرف قديش حجم المستفيدين منه. بعدين بقول هالمشروع كحجم مستفيدين يعني وحجم إنتاج بيكلفني مبلغ معين،
فبدور بقى على مصادر تمويل. يا ترى أنا بقدر موله لحالي بيكون كتير منيح، لأنه الدخول بشراكات بالمرحلة الأولى ممكن يلبكني. ولكن إذا ما معي التمويل الكافي فبدخل بشراكات مشان أوفر السيولة. وهذا الشيء كلنا منشوفه على أرض الواقع، لكن كتسلسل مراحل هو لازم يتم بهي الطريقة. بعدين بقول إنه في عنا كتير من الجهات اللي بتمنح قروض. هلأ هون الشخص لازم يميز بقى. في عنا قروض طويلة أو قصيرة، هو لوين بده يتوجه؟ شو بتفرق كل واحدة عن الثانية؟ ده فيه يوفيهم بسرعة. تمام. بعدين مثلا المصرف التجاري بيمولني بمرحلة معينة، في عنا بطاقات ائتمان مثلا مصرفي أو بطاقات ائتمان تجاري، أو إذا أنا ما بقدر أشتغل بهالطريقة ممكن أنا وعندي مشروعي بقدر أنا أعطي أسهم للأشخاص. بيصير كل شخص بيحب يصير له أسهم أو حصة عندي، فهو صار شريك وصار له حصة من الأرباح. هي منلاقيها بالشركات الكبيرة كتير منسمع فيها، مثل شركة سيرياتيل وقت طرحت أسهم بالسوق وحطت نسبة معينة من الربح لكل سهم. صح. طيب دكتورة لبنى، خلينا نحكي شوي اليوم عن أهمية يمكن التقييم بمراحل المشروع لحتى نقول هل نحن ماشيين على الخط الصحيح أو لا. يعني مثل ما قلتي أي شخص فيه يعمل أي فكرة يحولها لمشروع صغير ويكون فيها شوية إبداع تنمى هاي الفكرة، لكن كيف أنا بقدر أقول هل أنا ماشية بالخط الصحيح أو لا؟ تمام. بالبداية لما أنا حطيت الفكرة أكيد ما بقدر أضبط كل الظروف المحيطة فيني وأعرف قديش بدي بيع وأعرف إذا السعر تماماً مناسب أو لا، لكن أنا بعد فترة الإقلاع، فترة التشغيل الأولى يعني وقت بلش أنتج وأطرح المنتج تبعي على السوق، هون أنا بقدر أصبر ردات فعل العالم اللي عم بيشتروا هذا المنتج. فمثلاً بشوف أنه في ما في إقبال كتير عليه لأنه حسوا أنه في منتج مشابه لإله بالسوق، فأنا ممكن خفض بسعره شوي. تمام. فأنا في عندي آليات ممكن أعملها بالمرحلة الأولى بعد ما طرحت المنتج تبعي بالسوق، يا أما بخفض سعره شوي مشان يصير منافس، أنا كيف بدي أعطيه ميزة وخلي العالم تحبه؟ فأنا يا أما بخفض سعره شوي يا أما بعمل له شكل جديد، تصميم جديد مختلف يجذب الأشخاص فيحبوا أنه يشتروا لأنه في تميز، في اختلاف. حتى لو على ناحية مثلا الشغلة البسيطة اللي هي العطور اللي ممكن تنضاف لسلعة معينة، فبيصيروا العالم بيروحوا أنه لا هذا هيك ريحته أحلى مثلا. هاي الشغلات البسيطة كتير بتحبب المستهلك أو الزبون لأنه يرغب يشتري من هاي السلعة اللي ممكن نحن نعملها بالمنتج تبعنا. بالإضافة أنه أنا ممكن أعمل له حملة ترويجية فيني إذا كان عندي مشاركين هدول أو يعني مساهمين، هدول المساهمين معي اللي بالعمل هن كل شخص منهم بيقدر ينشر هالمشروع ببيئته، فأنا صار عندي اسم أكبر وصار في عندي تواجد أكثر بالمنطقة بالبيئة تبعي، فبيصيروا العالم بيعرفوني، في إقبال أكثر بيصير على هذا المنتج تبعي. فمعناته أنا بدي حقق جودة بالمنتج تبعي تناسب السعر. تمام. لأنه وقت بدي أعمل جودة كتير بدها تكلفني، أنا ما فيني أقول أنه جودة عالية بسعر قليل، لا بدي أعمل جودة، بدي أعمل منتج يا أما جديد ما أنه موجود نهائيا بالسوق لحتى العالم ترغب أنه تقتني هذا الشيء الجديد، بده يكون فكرة إبداعية. وهون منحكي على موضوع الريادة بالأعمال، هي فكرة إبداعية جديدة ما أنا متوفرة بالسوق، يا أما بعمل منتج مشابه للشيء اللي بالسوق أو منتج بديل. شو يعني منتج بديل؟ مثال على المنتجات البديلة مثلا نحن القواطع البلوك اللي بين الغرف، شو ممكن نحن نستبدلها؟ صار في شيء بالسوق اسمه الألواح الجبسن بورد، أو إذا كنا عم نحكي على مكاتب موظفين فنحن ممكن نفصلها بألواح لاتي الخشب، أو مثلا ألواح ألمينيوم مع بلور. فشو بيصير عنا؟ هي كلها اسمها منتجات بديلة. فأنا لما بدي أفتح مشروع بشوف شو حاجة السوق أولاً، دراسة السوق هي أهم خطوة، شو حاجة الأشخاص، بعدين بقول هل أنا فيني أعمل نفس الشيء الموجود أو منتج بديل
وهذا مثال حكينا عن المنتجات نعم. البديلة. دكتورة خلينا شوي هيك نكون بأرض السوق ومع بداية أي مشروع، يمكن في كتير أشخاص اتخذوا الخطوات اللي حكيتيها ولكن يمكن بيوصلوا لنص الطريق ما نجح المشروع، هو أعلن فشله بامتياز وتراكم ديون وتراكم يمكن منتجات ما قدروا يصرفوها. خلينا نحكي هون كيف فينا نحن هذا المشروع الصغير نرجع نحييه من أول وجديد، نرجع لحتى ندخله بالسوق بشكل مختلف ولحتى شوي نتغاضى عن الديون يلي تكونت. تمام، أنا رح أحكي مثال عن نفس الموضوع اللي طرحتي حضرتك، اللي هو شركة جولدن ستار اللي هي بكوريا الجنوبية، شركة للإلكترونيات كتير معروفة، وقعت بنفس الإشكاليات اللي ذكرناها هلأ. بفترة الثمانينات صار في عندهم ضعف بالشراء وصار في عندهم كساد بكل شركات الإلكترونيات تقريبا، لكن هنين شو عملوا لحتى يعملوا شيء اسمه ريبوزيشن أو إعادة تموضع؟ يعني نحنا كنا نازلين عم تدهور حالتنا، لا بدنا نعمل إعادة تموضع لإلنا لنقدر نأقلع من أول وجديد. فشو عملوا؟ شافوا هنين شو الإشكاليات اللي عندهم، هنين بالمنتج ما في مشاكل، المشاكل صارت بالسوق ومع المواطنين وبأسلوب الإدارة. صحة عفوا صحة ميرسي. فشو عملوا؟ أول شيء غيروا مدير الشركة، جابوا مدير بيشتغل بأسلوب تاني. فشو عمل هذا الشخص؟ صار ينزل لعند الزباين لعند المواطنين يقول أنتوا شو بتحبوا المنتج تبعنا يكون فيه، شو إشكالياتكم بهيك. فهو راح وأخذ آراء الأشخاص اللي بدهم يشتروا. هي أول ناحية ممكن نعملها لما نحن المنتجات تبعيتنا يصير في عنا كساد، إنه نحن ناخد رأي الجمهور المواطنين إنه شو بتحبوا نحن نطور بمنتجنا لحتى يناسبكم. فمكون كسبنا الشخص، تمام، كسبنا ثقته، صار هو في عنده رغبة إنه يشتري المنتج تبعنا. أو بحالة تانية يغير مثلا بالإدارة مثل ما عملت جولدن ستار، نزلت على السوق شافت المواطنين، بالإضافة لأنه أسلوب الإدارة ضمن المؤسسة كان هو شبيه بالبيروقراطي، نحن بنسميه أوتوقراطي لأنه المؤسسة مانا حكومية. فهنين شو عملوا؟ عفواً، هنين غيروا المدير، صار يشتغل بأسلوب تاني، صار يفوت صلاحيات للمدراء اللي عنده، ريح الموظفين، تمام، ريح الموظفين، صار يعمل لهم تحفيز، صار في إنتاج أكتر. فهو هون لمين توجه؟ توجه للموظف ليريحه، وتوجه للمواطن لحتى يشوف هو شو بيحتاج. فنحن هيك ممكن نحن إذا صار في عنا حالة من الكساد نشتغل بهي الطريقة. نعم نعم، يعني دكتورة لبنى، يعني مثل ما قلتي أفكار كثيرة ممكن الشخص يتناولها لحتى ينجح مشروعه. باختصار أهم نصيحة بتوجهيها اليوم لكل حدا بده يبدأ مشروع صغير؟ لكل حدا بده يبلش مشروعه، هو يفترض يرتب أولوياته بالعمل. ترتيب الأولويات بيخلينا نمشي خطوة خطوة صح. فبنقول إنه نحن بالبداية شو لازم نعمل، شو كمية النقود لازم نحن نحجزها لهذا المشروع، شو عدد العاملين اللي لازم نحطهم، وكمان نحن بأي طاقة إنتاجية بدنا نشتغل، يعني قديش حجم الإنتاج اللي بدنا ننتجه بالمرحلة الأولى لنقدر نغطي تكاليفنا. فمعناته هذا التسلسل بالعمل هو إدارة أولوياتنا وتوزيع العمل ضمن الوقت عنا. فهي أهم نصيحة ممكن أنه يبلش فيها الشخص لحتى يبلش مشروعه الجديد. نعم دكتورة لبنى بشارة، شكرا كثير لحضرتك وللموضوع المهم يلي اليوم طرحناه سوا، إن شاء الله المشاهدين يكونوا استفادوا. شكرا كثير لوجودك معنا ويسعد صباحي. صباح الخير. شكرا.